اللبناني عبد حموضة وزوجته يقضيان اختناقا في أربيل. على خطى المسيح في قانا الجليل كل شيء على حاله. هذه المغارة اللي عم يحكي عنها مغارة المسيح بيقولوا مغارة قانا. في الخاص جمعهم العيد على أبواب بكركي وفرقهم الحوار. هذا الصرح بيجمعنا كلنا سوا. صباح الخير. لم يبقى إلا النور الإلهي وانبعاث الأمل من روح العيد والصلاة لميلاد رأس للوطن الفارغ من فوق. هذا النور كان رجاء بكركي أمس، والتي اجتمع تحت قداسها لفيف من الشخصيات بينهم متطلعون نحو بعبدة، وهم استمعوا إلى إرشادات رعيهم وتحذيراته من فوضى الفراغ. لكن ليس بالصلوات وحدها يحيى الرئيس، فالأزمة الأولى يحتفى بالراحة على نفسها ويسلم جثمانها من عام إلى عام، وعجز اللبنانيين عن حلها سيقود مرة جديدة إلى رعاة خارجيين كانوا في السابق مؤثرين في الملف الرئاسي وسيصبحون اليوم أكثر تأثيرا وإن باختلاف الوجوه اللاعبة. فملفات المنطقة وبينها لبنان سحبت من أيادي السياسيين والدبلوماسيين وفوضت لرجال أجهزة الاستخبارات، وليس تفصيلا أن يتولى رئيس الاستخبارات القطرية أحمد بن ناصر بن جاسم تفكيك ألغام مزروعة بين مصر وقطر منذ ثورة يناير عام 2013 وما أعقبها من تباعد بين البلدين، يضع بن جاسم الحجر الأساس لزيارة أمير قطر إلى القاهرة بعد أيام. لكنه أيضا يوسع من الصلاحية بتكليف رسمي، فيستطلع في مصر أجواء سياسية ودبلوماسية واقتصادية كما جاء في بيانات الزيارة، وهي كلها تندرج ضمن ملفات المصالحة التي أطلقها الملك السعودي في قمة الكويت، وقد عاونه في مهمته أن مصر عزلت رئيس جهاز استخباراتها المناوئ للدوحة محمد فريد التهامي، ومهدت لقبول المصالحة بتعيين اللواء خالد فوزي في المنصب الذي دخل الدائرة السياسية. هو زمن رجال الأمن لإصلاح ما أفسده رجال السياسة، وبعضهم من كان يقود حروبا ويسقط أنظمة. وحيال هذه المهمات المستجدة قد نتوقع زيارات ونرتقب مواقف متصلة بالملف اللبناني وتعقيداته السياسية منها والأمنية. وما الحوار بين حزب الله والمستقبل سوى عينة مصغرة عما هو أبعد؟ فسعد الحريري يحاور الحزب بعلامات رضا من السعودية، وحزب الله يجلس مع المستقبل بحسن نيات إيرانية. وإذا ما قدمنا النيات الطيبة أكثر ستكون السعودية وإيران قد تحاورتا بالواسطة وعن بعد وفي بروفا حوار على مستوى الدولتين. ومن بين المتحاورين بالوكالة ولاحقا بالمباشر تخرج دعوة مؤسس التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي الإسلام الشهال الذي يقيم حاليا على الأراضي السعودية، ولن تكون دعوة الشهال إلى الحوار مع حزب الله خبرا عابرا نظرا إلى جغرافيتها وصدورها عن شيخ بالغ في المواقف المتطرفة ضد الحزب والجيش اللبناني، وتنتظره في بيروت مذكرة استدعاء. لكن المذكرات التي تقطع أمنيا تسوى سياسيا على غرار تسويات أولاد أبو طائية. في يوم العيد تلقت عائلة حموضة من بلدة الحصنية في عكار خبر وفاة ابنها الشاب عبد حموضة وزوجته اختناقا بالغاز في منزلهما في أربيل في العراق. وفي التفاصيل أن تسربا حصل من قارورة الغاز في منزل حموضة التي لم يمضي سوى 3 أشهر على زواجهما، بينما كان منزلهما مغلقا، ما أدى إلى إصابتهما بالاختناق ووفاتهما على الفور من دون أن تفلح محاولات إنقاذهما. الجديد داخل مغارة قانا حيث مر السيد المسيح، تحقيق رشا الكرم.
القصة التي يرويها إنجيل يوحنا أحد رسل السيد المسيح الاثني عشر أن يسوع حضر مع والدته السيدة العذراء وخمسة من تلاميذه عرسا في قرية قانا الجليل، وهناك تجسدت ألوهيته بعدما طلب من الخدم أن يحضر له ستة أجران مملوءة بالمياه قبل أن يحولها إلى خمر بعد نفاذه في العرس. ففي قانا كانت الأعجوبة الأولى. أثار بعد فيه الجران اللي عمل فيهن أعجوبة تحويل المياه لخمر، وعنا المكان المغارة اللي هو المغارة كانت هي مكان يهربوا منه الرسل واللي آمنوا بالمسيح يهربوا من الاضطهاد الروماني بهذاك الوقت. هون شو هلا؟ هون لوحات، إذا ملاحظة في لوحات تذكارية بتمثل العهد القديم، مخطوطات أو كلمات عبرانية أو بهداك الوقت، بس عوامل الزمن محت هالشيء. إذا ملاحظة العروس مع الفستان تبعها مع سنايا الفستان، شفتيها كيف إنها؟ هاي بتمثل عروسة قانا الجليل. عندنا بأعلى نقطة بقانا اسمها الجليل، يعني هذه منطقة ما مطرح ما صار فيها العرس، مطرح ما هن الجيران موجودين، لأنه المسيحيين طلعت من هون، لأنه بقول لك أو أولى آياته كانت بين قانا الجليل. هلا نحن وين رايحين؟ هلا نحن نازلين على المغارة، المغارة تحت. أوكي. وفي عندنا صخرة بتمثل هي سيد المسيح مع تلاميذه، بده يمارسوا شعائرهم الدينية، بده يصلوا، كيف قدام شو بده يصلوا؟ بده يصلوا عملوا هالأشخاص منحوتة بالصخر. هذه المغارة اللي عم بيحكي عنها مغارة المسيح، بيقولوا في مغارة قانا. قرب لجوا، ريكارد شايف هاي المغارة؟ فيك تفوت إذا بدك، فيك تفوت، فيك تفوت، تبي راسك بس. يقال إنه هيدي المغارة، هيدا الباب إله منفذ لغير مطرح، يعني في ناس فاتوا لجوا بس ما قدروا ضاينوا لأنه ما في أكسجين، ما في شيء، بدل شيء تأهيل أو شيء مثلا، يعني ما فيك تفوتي بلا أكسجين. طيب هاي المغارة شو أهميتها هلا؟ هون شو كان، مين كان يوقف هون؟ مين كان يقعد هون؟ هون الرسل، رسل المسيح تلاميذهم، كل المسيحيين الأوائل اللي هربوا من فلسطين إجوا سكنوا بهالمنطقة، أكيد مش كلهم يعني القسم. ومع أن السيد المسيح زار قانا إلا أن المسيحيين في هذه القرية عددهم نحو 5% من سكانها بعدما كانوا يعدون 60% تقريبا. طالما قانا هي أول عجيبة انعملت هون، عم بحجوا المسيحيين على قانا ولا لا؟ من مش بس من أهل الضيعة، من كل أقطار العالم صار جاي. في ناس أنا كنت جيت معهم مرة من أوروبا لهون، أخذوا تراب من هون وأخذوا معهم، قالوا لي أرض مقدسة هون فعلا، يعني أنا تعجبت إنه موجودة عنا بقانا هاي ومش عارفين قيمتها، وليك برا كيف عاملين قيمتها، فعلا أنا تعجبت. فهم الزينة، يعني موطئ قدم السيد المسيح، أرض مقدسة، دعست إجراء دعسوا عنا بهالأرض هون. بعد وزارة السياحة التي اعتنت سابقا بهذا الموقع الديني، ستؤلف لجنة من مهندسين وعلماء أثار لإزالة ما تبقى من شك في أن هذه القرية هي قانا الجليل الوارد ذكرها في الإنجيل، وبذلك تكون الأرض قد أدركت نعم السماء واعتنت بالمكان الذي داسه منذ 2000 سنة تقريبا السيد المسيح. من قانا، رشا الكرم، قناة الجديد. قداس الميلاد المجيد في بكركي يرأسه البطريرك الماروني مارب شارا بطرس الراعي، ويحضره حشد من السياسيين. مبارك الآتي باسم الرب. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارا بطرس الراعي قداس الميلاد في بكركي، وألقى عظة تمنى فيها أن يساعد النور الإلهي المسؤولين كي يروا كيف أن غياب رئيس البلاد يولد الفوضى. وقد شارك في القداس عدد من الشخصيات المارونية على رأسهم العماد ميشال عون والرئيس أمين جميل في ظل غياب قوتي. وكم نود أن يساعد هذا النور الإلهي المسؤولين السياسيين عندنا لكي يروا الأخطار والنتائج الوخيمة على الكيان اللبناني والمؤسسات الدستورية التي يحدثها عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ولكي يروا كيف أن غياب رئيس للبلاد يولد الفوضى ويستبيح التعدي على المال العام ومرافق الدولة
ويعطل أجهزة الرقابة وينشر الفساد في الإدارات العامة. لماذا هذا الاستهتار بدور الرئيس؟ لماذا التمادي منذ 8 أشهر في الاستغناء عنه؟ وقد سبق القداس خلوة بين الراعي وعون في بكركي، وردا على السؤال عن إمكانية زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى الرابية قال عون إن شاء الله. كما زار بكركي النائب الممدد وليد جملاط برفقة أولاده، وقد رفض جملاط الإدلاء بأي تصريح باعتبار أن اليوم هو مناسبة أعياد مجيدة بدون تصيام، وهي دي لغفلة البطرك أوكي وللجميع ولكل أهل لبنان، وسبب الزيارة للتهنئة بالأعياد فقط. داخل الصرح اجتمعوا في الإيمان وفرقتهم السياسة، فأين السياسيون من حوار مسيحي جامع؟ صلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداس الميلاد على نية انتخاب رئيس، هذا في العلن. وفي خلوته مع العماد ميشيل عون قبيل قداس العيد بارك للحوار المرتقب. ففي داخل الراعي وفي داخل كل مسيحي غيور على لحمة هذا البلد حلم بأن تفتح الأبواب الموصدة أمام حوار مصالحة ومصارحة مسيحية. فأين نحن من هذا الحوار؟ وهل تكون بكركي الصرح الذي سيجمع كافة الأقطاب المسيحية على طاولة واحدة؟ ما بنتأمل كنا أن يكون في عن جد توافق مسيحي اليوم، يكون في جلسة مسيحية مصالحة مسيحية مصارحة مسيحية. على كل حال هذه كانت مناسبة كتير حلوة، وكلنا حول غبطة البطريرك. بعتقد اللي ما كان بالجسد كان بالفكر وبالروح وبالقلب، وهذا الصرح بيجمعنا كلنا سوا بكل الظروف. فخامة الرئيس بنتوقع تكون ضمن الاجتماع المرتقب او اللقاء المرتقب بين الدكتور جعجع وجنرال عون، عم يحكوا دائما باسمين، حضرتك ما عم تكون ضمن هال انا على كل حال اهلا جمعين الكل. اما عن الحوار المرتقب فنية يبدو انها موجوده. اليوم ما في حسره مسيحيه انه التيار المستقبل وحزب الله اتفقوا والمسيحيه الموارنه لم يتفقوا وما قعدوا على طاوله حوار. التنوع عند المسيحيين مش غلط، المهم يعرفوا انه وقت اللازم يعني يحافظوا على المسلمات يلي قايم عليها هذا البلد، وهذا الشيء مؤمن بعتقد. في حوار قريب، هل نترقب حوار؟ نحن بنتمنى انه التيار المستقبل وحزب الله يتفقوا، يعني نحن كل شيء حوار بيؤدي الى تفاهمات بين اللبنانيين بيكون كثير منيح، هيدا منانا. كان في معايده لامبارح من جعجع للجنرال؟ بمناسبه العيد اكيد امبارح اتصل فيه، وبعتقد في تحضير للقاء جدي. قريب؟ بس بعد لم يتحدد موعده. هذا الحوار وغيره من انفتاح مسيحي داخلي هو ما يتمناه الجميع. الحوار السني الشيعي اللي صار امبارح شغلة كتير ممتازة ونقلة كتير نقلة نوعية، وبعتقد أنا حتصير كمان بين المسيحيين، يتضامنوا كليتهم بين بعضهم لحتى يصير في تضامن مسلم مسيحي بالآخر ونقدر نخلص هالبلد. أنا برأيي أنا متفائل، حقيقة أنا متفائل، على شرط يكفوا هيك وتكون النوايا طيبة، وبالحوارات يصير في تنازل من هون ومن هون، وما يكون في شروط مسبقة، وإلا ما معنى، ما له قيمة الحوار إذا كنت أنا بدي فوت بشروط معينة لإلي. وقت البلد بيكون مهدد، اللقاء بين الكل بصير أمر محتوم وأمر ضروري وأمر مطلوب. ما إن الأوان لهذا اللقاء المرتقب بين جعجع عون؟ بعتقد إنه في إشارات إيجابية جدا، وهذا جيد، وهذا لازم نشجعه كلنا، ولازم يعني يكون طبيعي مش استثنائي، يعني عم ننظر له اليوم وكأنه استثناء بالوقت اللي لازم يكون فيه لقاء على الأساسيات. وفي عيد مولد المسيح أمان بأن تولد علاقات جديدة بين كافة الأفرقاء، فنفتح صفحة بيضاء جديدة بصفاء قلبه. نوال بري، قناة الجديد. احتفالات الميلاد في سوريا والعراق وإيران خجولة. سوريا الغارقة في حربها، ومع ارتفاع أعداد قتلها إلى عشرات الآلاف وتهجير الملايين منهم، اقتصرت فيها احتفالات الميلاد على القداديس وصلوات في الكنائس ودور العبادة، والتي ركزت في معظمها على عودة السلام والأمان والطمأنينة إلى ربوع البلاد. وفي بلاد الرافدين إنه الميلاد الأول الذي يأتيهم بعد عمليات قتل وتهجير واضطهاد جماعية لأبناء الطائفة المسيحية وسائر الأقليات من قبل تنظيم داعش الذي احتل مدينة الموصل ومدنا مسيحية بين حزيران وتموز الماضي. بالحقيقة الأحداث الأخيرة كان لها أثر جدا سلبي على نفسيات الكثير من شعبنا، خلينا نقول المسيحي بالخصوص، لأنه بعدها تجي هذه الأحداث، أحداث الميلاد. رغم تعرضنا إلى شتى أنواع المطاردات والاضطهادات،
سنبقى لأن هذا وطننا وباقي لنا. نعمل أن يلهم سيدنا يسوع المسيح الصبر والسلوان للمهجرين كافة من العراقيين، ويبعث بنفوسهم الأمل للعودة إلى مناطقهم. أجواء الفرح يعني مو ذيك الأجواء اللي كنا نشعر بها بالسنين الماضية. فقد حمل هذا العام معه أسوأ ذكريات، ذكريات يخشى تكرارها، ولذلك أحاطت المتاريس كنيسة القلب المقدس في بغداد، وانتشرت عناصر الشرطة خارجها في مؤشر إلى خوف الحكومة من هجوم إرهابي على أبناء الطوائف الدينية. وكان عدد المسيحيين في العراق يقدر بنحو 1,500,000 نسمة، وطبقا للتقرير الدولي للحريات الدينية الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عام 2013، فإن عددهم الآن أقل من 500,000 شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 32 مليون نسمة. وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتفلت الأقلية المسيحية بعيد الميلاد، وارتفعت الصلوات من الكنائس، فيما زينت بعض المحال التجارية بأضواء العيد. البابا فرانسيس يطلب في رسالته الميلادية من المخلص يسوع الالتفات إلى العراق وسوريا والأطفال الذين يقتلون في أرض ميلاده. في رسالته الميلادية من الفاتيكان، دعا البابا فرانسيس إلى وقف الاضطهاد الوحشي للأقليات الدينية في سوريا والعراق والمجازر واحتجاز الرهائن من الشرق الأوسط إلى نيجيريا. وسأل الحبر الأعظم الرب ليفتح القلوب على الثقة وليهب سلامه للشرق الأوسط بأسره، بدءا من الأرض التي تباركت بولادته، مؤيدا جهود الأشخاص الملتزمين فعليا لصالح الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. جيسوس سالفاتور ديل موندو، أطلب اليوم إلى مخلص العالم أن يلتفت إلى إخوتنا وأخواتنا في العراق وسوريا الذين يتألمون منذ زمن طويل جراء الصراع الدائري هناك، ويعانون من الاضطهاد الشرس إلى جانب أشخاص منتمين إلى جماعات عرقية ودينية أخرى. فليحمل عيد الميلاد الرجاء إليهم وإلى الأعداد الكبيرة من المهجرين والنازحين واللاجئين، الأطفال والبالغين والمسنين في المنطقة والعالم كله. وقال في رسالته إن تفكيره يتجه إلى جميع الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة ويقتلون تحت القصف حتى هناك حيث ولد ابن الله. ومن حيث ولد في بيت لحم، تحدى الفلسطينيون وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحتلال الإسرائيلي، وتوافدوا إلى كنيسة القديسة كاترين الكاثوليكية المجاورة لكنيسة المهد، حيث ترأس بطريرك اللاتين في فلسطين والأردن وسائر الأراضي المقدسة فؤاد طوال رتبة قداس منتصف الليل، ودعا إلى إحلال السلام في القدس وإعادة إعمار غزة. احتفالات وقداديس الميلاد تواصلت في الأراضي المقدسة يوم العيد، إلا أن الأحداث الدامية في الضفة الغربية أدى بحسب خبراء السياحة في بيت لحم إلى هروب السياح الأجانب هذا العام، إذ كان عدد الحجاج الأجانب قليلا في شوارع المدينة التي زينت لمناسبة الميلاد. بعد الفاصل لأطفال الشهداء تحية. أهلا من جديد. ضربتها بالشاكوش لتسرقها فأطلق سراحها. في حادث مروع وفي وضح النهار، قررت صديقة ماريل حلو يزبك أن تغتنم فرصة هذه الصداقة وتحاول وبدم بارد قتلها وسرقة مجوهراتها. جرم السرقة وعلى الرغم من فداحته ليس بشيء أمام طريقة محاولة التخلص من امرأة دخلت المطبخ لتحضر القهوة لضيفة دائمة، فإذا بالشاكوش يصبح أداة الجريمة. عندها صديقة تتردد عليها صار لها فترة، وهي من أهل يعني من دمور، من سكان الدمور. الوالدة كان عندها خدمة وهالخدمة تركت،
المره اللي عم تتردد عرفت انه اهلها خدمه تركت، والوالده صارت لوحدها. فاتت شربت قهوه مع الوالده، من بعد ما شربت قهوه طلعت على الوالده، شالت سنيه القهوه عم تحطها على المجله، برمت ظهرها بتسحب الشاكوش وبتضربها على راسها من ورا. الوالده بتضعضع بتنزل فيها ضرب، بصير تقول لها الوالده انه ليش عم تضربيني، انا بحبك، انا بساعدك، انا بعطيك مصاري وانت صديقتي وعم نشرب قهوه. ما بتعود ترد عليها. الوالده اكلتها شي 13 14 شاكوش براسها، عملت حالها ميته صراحه ولحتى حلت عنها. العائله قررت وبعد يومين من الحادث التحدث اعلاميا بعدما اطلق سراح المتهمه بشكل مفاجئ. لما اخذت هذه الذهبيات، باقي شويه ذهب صغار لقيتهم بالبيت، اخذتهم ورحت دغري نزلت بعتهم بصيدا وجابت وهي وجايه، كانوا ناطرين حد ما بعرف وين وكما شو. بالتحقيق اقرت، اعترفت. اللي فاجأنا امبارح هي مبادرة اجت من القضاء او خطأ. بتمنى انا حضرة القاضي او محامي الاستئناف يرجع عن قراره، اخلى سبيله رهن التحقيق للمرأة من بعد ما هي انه معترفة بالجريمة واعترفت انه سارقة، والمحامي تبعها اجى لعنا على المستشفى امبارح وقلت امبارح انه كمان قالنا هالشيء واكلنا وقال اعترفت ونحن مش ناكرين وهي مش ناكره وما بعرف شو. حدا عنده شويه واسطه بالاولى فتوى انه هالانسان مريض عقليا او عنده اضطرابات عصبيه مختل. هذا الحادث يجعل المواطن يتساءل لمين بدنا نامن يفوت على بيتنا. في الحلقة السادسة من سلسلة هيك صار، معركة هيئة التنسيق النقابية من أجل سلسلة الرتب والرواتب، تقرير رونا حلبي. بياخذ البلد على المليار، هذه السياسة الاقتصادية. هني مش رأس ملايين، هني شو ما زالت أصوات قادة هيئة التنسيق النقابية تتردد في ساحة رياض الصلح. عام 2014 كان مليئا بالإنجازات والخيبات، لكن الهيئة لا شك استطاعت أن تفرض نفسها قوة تمثيلية لا يستهان بها. هذا البلد لألنا ولعلهم مش لعلي لوحدهم. إنها البداية في انتفاضة ثورة الجياع في لبنان. عام 2014 بدأ بسلسلة اجتماعات عقدتها هيئة التنسيق النقابية بين مكوناتها من جهة ومع وزراء ومعنيين بملف السلسلة من جهة أخرى. في 31 من أذار نفذت هيئة التنسيق النقابية إضرابا عاما واعتصاما أمام مجلس النواب، وبدأ البحث في إمكانية مقاطعة الامتحانات الرسمية. في 4 من نيسان توجه وفد من هيئة التنسيق النقابية إلى مجلس النواب. كل اللي طرح من قبل حاكم مصرف لبنان فيما يتعلق بتجزئة السلسلة مرفوض. وتوالت بعدها الاعتصامات والإضرابات التي انتقلت أيضا إلى المناطق، ومنها واكبت جلسات المجلس النيابي. بئس هذا النائب الذي يقف مع الظالم ضد المظلوم. ما حدا بيروح على بيته ولا معنا سلسلة. لا يوم الغضب ولا كل الإضرابات التي سبقت استطاعت أن تؤدي إلى إقرار السلسلة. اضطرت هيئة التنسيق النقابية للتعبير عن غضبها بإعلان قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية في 27 من أيار. وفي اليوم نفسه صدر قرار آخر. الامتحانات الرسمية اليوم ما زالت بالمواعيد اللي كنا حاكيين عنها بالسابق. امتحانات الرسمية اللي كان مفترض انه تبلش يوم السبت 7 حزيران راح تتأجل.
تقلعت الامتحانات برواء. 19 حزيران كان موعدا لجلسة نيابية، طار النصاب من المجلس وطارت معه السلسلة. بالتزامن بدأ الدكتور علي برو عضو هيئة التنسيق النقابية إضرابا مفتوحا عن الطعام. وهالقيمين من السياسيين هم يمارسوا سياسة تفكيك الدولة وشرزمة وتقسيمها لبناء داعشيات في هذا البلد. تطور لافت حصل في 16 تموز، اعتصم طلاب الشهادات الرسمية ومعهم أهاليهم وهيئة التنسيق، وانضم إليهم وزير التربية. يدوروا على وزير غير هالوزير، الإفادة هي ضربة للتربية. إصدار الإفادات قراره مشي. استكملت الهيئة اعتصاماتها بزخم أقل، تنديدا بالإفادات ورفضا للمماطلة في إقرار السلسلة. ومع نهاية العام بدأ أن الهيئة خسرت المعركة التفصيلية، أي معركة الإفادات، والمعركة الأساسية، معركة السلسلة. هل انتهت هيئة التنسيق النقابية مع انتهاء عام 2014؟ أم أنها ما زالت قادرة أن تكون نواة لحركة نقابية حقيقية؟ في ضوء ما حصل وفي ضوء النتيجة الماثلة أمامنا، يمكن توقع أن هيئة التنسيق النقابية لن تكون قادرة من الآن وصاعدا على الاستمرار في حراكها من زاوية المطلب الفئوي نفسه، إلا إذا ارتضت بأن تطور عملها باتجاه توسيع رقعة تمثيلها لفئات اجتماعية متضررة، وتوسيع المطالب التي تحملها باتجاه إصلاح النظام الضريبي وإصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لبى الفنان راغب عليمي دعوة مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العقوري إلى وزارة الدفاع، حيث وزع الهدايا على أطفال عوائل شهداء الجيش اللبناني لزرع فرحة العيد في قلوبهم. تقرير شادي خليفة. وجه تحية إكبار واحترام وشرف إلى رجال الشرف، رجال الجيش اللبناني. هالبدلة لما بيلبسها الإنسان بيكون هو مشروع دفاع عن الوطن ومشروع شهادي، ويتقبلها بكل حب وبكل أمانة. نحن كل بدلة بتغيب عنا مثل كأنه أرز من لبنان وقعت. هول الشباب اللي عم يروحوا يدافعوا على الحدود، عم يدافعوا علينا من إجرام الإرهاب اللي القادم إلينا من الخارج ومن عند الشياطين. هدول الشباب يستحقوا منا كل تقدير ودعم. وبدي أقول لك إنه الشيء اللي بيعزينا إنه شفت هلأ طفل ابن شهيد داني حرب. قلت له شو بدك تعمل يا عمو؟ قال لي ضباط، يعني بده يقول ضابط، بده يعمل. حتى مع انه شاف ابوه سقط بارض المعركه، وابوه يعني وبعده ولد صغير وقديه بيكون معلق ببيه، وراح ابوه بسبب الارهاب، وقال لك انا بدي ارجع اكمل رساله والدي. عم بشعر بالخجل امام هذا الطفل اللي خسر ابوه كرمالنا. هن عم يعبطوني الاولاد، شعرت بابوتي لهم. يعني في أولاد يعبطوني ويشدوا علي وما بدهم يتركوني من محبتهم. اليوم بليلة الميلاد شو بيتمنى راغب علامة؟ أنا بتمنى أنه تعطى قضية العسكريين المخطوفين الرهائن لجهة حقيقية قادرة تخلصهم وتتعامل مع الموضوع بقوة وبجدية وبإخلاص وبكتمان، مثل ما عم بيصير. نشعر بالأسى نحن السياسي لما فاتت على موضوع العسكريين، عم نخسر عسكري ورا عسكري، واللبنان كلياته قاعد على نار من هالموضوع.
بعد الفاصل إدمان على الريحة. أهلا بكم من جديد. قضية الطيار الأردني تتفاعل، وواشنطن تنفي إسقاط داعش للطائرة الأردنية. لا تزال قضية الطيار الأردني مع يوسف الكساسبة تتفاعل، فبعدما أعلن تنظيم داعش إسقاط طائرته فوق مدينة الرقة السورية، نفى الجيش الأمريكي أن يكون التنظيم قد أسقط المقاتلة الأردنية، ولم يوضح الجيش الأمريكي السبب الذي أدى إلى تحطم هذه الطائرة. وتقول الولايات المتحدة إن الأدلة تشير بوضوح إلى أن التنظيم لم يسقط الطائرة. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الأردنية على لسان المتحدث باسمها محمد الممني أن الحكومة بدأت جهودا على الصعود كافة من أجل تحرير الطيار الأردني. حتى هذه اللحظة ومع المعلومات القليلة التي نملكها، أعتقد أنه ما يمكن قوله هو أن الحكومة ستقوم بالخطوات اللازمة من أجل تأمين عودة الطيار سالما إلى عائلته. وقلنا منذ البداية أن هذه الحرب ستكون طويلة ومستمرة، ونعتقد أنه لدينا واجب بالدفاع عن وطننا ومنطقتنا بوجه موجة الإرهاب هذه، والأردن سيستمر في قتاله ضد الإرهاب، ولدينا يقين بأننا سننتصر في نهاية الأمر. هذا ونقل راديو البلد الأردني عن شقيق الطيار المأسور قوله إن معاذ الكساسبة ملتزم بالصلوات، وهو لا يطير إلا والمصحف في جيبه، مطالبا بإعادته إلى بلاده سالما رأفة بحال والده ووالدته. سماء هونغ كونغ تمطر دولارات. السماء أمطرت دولارات على هونغ كونغ، لكن مصدرها لم يكن من السحب والغيوم، بل من صناديق معدنية كان بداخلها مليونا دولار موضبة في عربة مصفحة، ولم يكن أحد أبوابها محكم الإغلاق. تطايرت الأموال وثار المارة عليها، وخرجوا من السيارات لجمع أكثر ما يمكن من الأوراق النقدية إلى درجة توقفت معها حركة المرور. وأظهرت صور تلفزيونية عددا كبيرا من المارة وهم يسارعون إلى المكان لنيل نصيبهم من الدولارات، إلى حين وصل رجال الشرطة إلى المكان لتأمين المنطقة التي انتشرت فيها أوراق مالية قيمتها مليوني دولار. وتمكنت الشرطة من استعادة معظم المبلغ المتناثر، وحذرت عبر بيان أصدرته لاحقا بضرورة إعادة الأوراق النقدية. وروت مفوضية الشرطة أن سائق العربة المصفحة كان قد أنهى رحلته التي استمرت نصف ساعة من دون أن يفطن إلى أن بابها مفتوح وأن صناديق المال وقعت، ولم يكتشف الأمر إلا عند وصولها إلى وجهتها. تغطية عمل تلف الهيروين والكوكايين أوصلت مراسل البي بي سي إلى ما لا تحمد عقباه. Burning behind me is 8.5 tons of heroin, opium, hashish and other narcotics. مراسل البي بي سي في الشرق الأوسط كوينتين سوميرفيل وقع ضحية المخدرات، فلم يتمالك نفسه أثناء تصوير ستاند أب في تحقيق عن تلف الممنوعات وانهار من الضحك. Burning behind me. هذا الشريط انتشر بكثرة حول العالم، إذ لم يستطع المراسل إكمال جملته على الرغم من محاولاته الكثيرة، ولم تتوقف نوبة الضحك التي انتابته والمصور الذي يرافقه. ولمناسبة عيد الميلاد طبعا تحتجب الصحف اليوم، والآن تذكير بأبرز العناوين. كان في النشرة: اللبناني عبد حموضة وزوجته يقضيان اختناقا في أربيل. على خطى المسيح في قانا الجليل كل شيء على حاله. هذه المغارة اللي عم يحكي عنها مغارة المسيح بقول لكم مغارة كارما. وكان في الخاص: جمعهم العيد على أبواب الكركي وفرقهم الحوار. هذا الصرح بيجمعنا كلنا سوا. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء عند 10:30.